بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنبدأ إن شاء الله مع بعض الحلقة الـ12 من كتاب معجزات الذكر. الفقرة الأولى: وفي طريقك يجب أن تعرف قانون الإدمان. أحيانا تتساءل: لماذا تكون الطاعة ثقيلة على قلبي في أول الأمر وكأنني أدفع جبلا؟ لماذا بعد أن تعودت على المعصية الفلانية أصبحت جزءا مني ولا أستطيع تركها؟ دعني أخبرك شيئا سيحل لك ذاك اللغز للأبد. القلب سمي قلبا لأنه يتقلب، وقد فطره الله على أنه يتقلب بمعادلة ثابتة، فكلما اقترب من فعل وتعوده ألفه وأحبه واستسهله وأصبح جزءا منه، وكلما ابتعد عن فعل استغربه وكرهه واستصعبه وتنافر عنه، متقلب. وسأروي لك حكايتين كمثالين، ولكن ركز معي في كل تفصيلة فيهما. ما زلت أذكر صديقي الذي كان بعيدا كل البعد عن الصلاة، حتى إنه لا يصلي الجمعة، ولكن بعد وفاة أقرب صديق له في حادث قال في نفسه: كان من الممكن أن أكون أنا من توفي وأنا لا أصلي، وبدأ بالصلاة. في أول الأمر وجد أن الصلاة ثقيلة عليه، لا يقوم لها إلا متكاسلا، ومع الوقت وبعد مرور شهور يخبرني أنه أصبح لا يتصور أبدا أن يمر يومه دون صلاة. صاحبنا هنا كان قلبه في أول الأمر مستوحشا فعل الصلاة لأنه لم يتعود عليها، مستصعبا إياها، ومع الوقت والتعود ألفها وأحبها فاستسهلها وأصبحت جزءا منه. القلب يتقلب وفقا لقانون الإدمان، فإن العبد لا يزال يعاني الطاعة، يحبها ويألفها، فيرسل الله عز وجل الملائكة تزعجه في مجلسه وحتى فراشه وتحرضه على الصلاة والطاعة. وعلى النقيض كانت حكاية صاحبنا. أحدهم يروي إنه وهو شاب في الجامعة بدأ سماع الأغاني بعدوى من أخيه الأكبر، على الرغم أنه لم يكن يحبها في أول الأمر، لأنه يعلم حكمها بحرمانية سماعها شرعا، وفي الوقت نفسه لا يجد فيها ما يسليه، ولكن لوجود فراغ كبير لديه وملل أصبح يسمعها، ليتحول الأمر بعد ذلك أنه أصبح يحبها بل أدمنها، ولا يستطيع العيش يوما واحدا دون سماع أغان لمدة لا تقل عن 4 ساعات تقريبا. ولكن بعد فترة قرر الابتعاد عنها إرضاء لله، فوجد أن الأمر صعب جدا، فقد أصبحت بالنسبة إليه عادة وإدمانا وكأنها جزء من حياته، فبدأ بالتدريج يقلل من سماعها. ثم بعد أقل من شهر استطاع صاحبنا أن يبتعد عنها تماما. وبعد سنة تقريبا من هذه القصة يروي لي أنه أصبح إذا ركب مواصلة إذا سمع أغنية يشمئز منها ويتعجب كيف كان يسمع مثل هذا الهراء. صاحبنا في أول الأمر كان قلبه يستغرب فعل الذنب ويحتقره لأنه يفعله لأول مرة، وقلبه بعيد عنه فمستوحش منه، ولكن مع الوقت تعود عليه وأدمنه وألفه فأحبه واستسهله وأصبح جزءا منه. والأغرب أنه لما ابتعد مرة أخرى عاد لأول شعور بالغربة عن هذا الذنب وكراهيته. كذلك القلب يتقلب دائما وفقا لقانون الإدمان، سواء إدمان الفعل أو إدمان البعد عنه. ألا تلاحظ كم مرة بدأت تفعل معصية لأول مرة في حياتك فوجدت أنك تستصعبها لأنك تستغربها على نفسك وتحتقرها؟ ثم مع الوقت أدمنتها فأحببتها، فكانت بالنسبة إليك في عرف أي عادة تفعلها يوميا ولا تشعر عند فعلها بأي ذنب. إنه قانون الإدمان يا صديقي. إذا أدمنت الطاعة كانت على قلبك ميسرة وسهلة، وإذا أدمنت معصية كانت على قلبك ميسرة وسهلة. إذا أدمنت البعد عن الطاعة استوحشت منها وأصبح رجوعك إليها صعبا كما أول أمرك.
وإذا أدمنت البعد عن المعصية استوحشت منها وأصبح رجوعك إليها صعبا كما أول أمرك. وبعد هذه الكلمات التي سقيت بها قلبك ليحيا بها حياة جديدة، أرجوك لا تدعي أبدا بعد ذلك أنك لا تستطيع الحفاظ على صلاة الفرض أو فعل طاعة معينة. الأمر فقط بالتدريج والتعود والمجاهدة. وكذلك لا تدعي أيضا عدم استطاعتك البعد عن المعصية الفلانية. الأمر فقط يأتي بالتدريج والتعود والمجاهدة. وصدقني بعدها ستجد نفسك تكره هذه المعصية وتستصعب فعلها حتى إنك تحتقرها وتشمئز منها. فقرة أخرى: بعض يظن أن عذاب الذنوب في الآخرة فقط. ولكي أشجعك على كثرة الاستغفار، استشعر معي عدد وعظم آثار الذنب في حياتك وأضراره بعمق تفصيلا، بما سيحمسك لسرعة التخلص منه. ستكتشف أنك لم تكن تعرف هذه التفاصيل المؤذية له، كم هو مصابك في مقتل. وكما قال الصالحون السابقون: وللمعاصي من الآثار القبيحة المزمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. الحمد لله كده انتهينا من هذه الحلقة، وإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ الحلقة الجديدة عند صفحة 101.